بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، ونحن على عتبات الشروع في فريضة الحج هذا العام والدخول في أداء نسكه والتردد على المشاعر العظام، حري بنا أن نتلمح تلك المعاني والحكم والمقاصد التي جاءت محفوفة بهذه العبادة الجليلة، حج بيت الله الحرام. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أمر الله سبحانه وتعالى الذي جاء في سياق آيات الحج في سورة البقرة، والحديث في السياق كان يحكي مسائل الحج وأحكامه. ذكر الله في ابتداء ذلك السياق قوله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. ثم ذكر أحكام الإحصار وهديه وهدي التمتع وبدله. ثم انتقلت الآية التي تليها إلى قوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ثم جاء الأمر الإلهي الكريم: وتزودوا. جاء الأمر بقوله وتزودوا لأن سفر الحج يحتاج إلى زاد ونفقة وطعام ومال يصحبه الحاج معه. أمر الله بالتزود رداً على أقوام زعموا التوكل تركاً للأسباب. قال الله: وتزودوا. فينبغي على الحاج إذا أقبل على سفر الحج وقدم لرحلة الحج أن يأخذ زاده معه. هنا تلتفت الأفهام إلى أن الزاد المراد في الآية الزاد الحسي، وهو كذلك، لكن الآية لفتت الأنظار إلى معنى أعظم: فإن خير الزاد التقوى. إذا كنت قد أخذت في رحلة حجك حقيبة الملابس، وأخذت قدراً من المال تحتاجه، ونفقة للطعام والشراب، وكل أغراضك الخاصة واحتياجاتك التي تعينك في سفرك، خذ ما شئت، لكن الله يقول: فإن خير الزاد التقوى. تزود بما شئت وخذ لسفرك ما تحتاج، لكن الله يقول لك: فإن خير الزاد التقوى. واتقوني يا أولي الألباب. لن تحمل الزاد في كيس، ولن تأخذه مع الملابس في الحقيبة، ستحمله في وعاء أعظم وأكبر وأشرف من الحقائب والأكياس، ستحملها في قلبك هنا. القلب المؤمن الذي عمر بطاعة الله، ذاك هو المحل لتقوى الله عز وجل. تأملوا قبل الخوض في معنى تقوى الله في الحج، وهو من معاني الحج العظام. تأملوا معي في سياق الآيات القرآنية كيف جاءت حافلة بهذه القضية. أول آيات الحج في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله، ختمت بقوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الآية التي تليها: الحج أشهر معلومات، ختمت بقوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. سياق آيات الحج لما ختم بالحديث عن أيام منى للتعجل والتأخر، قال الله سبحانه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ها، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ألا ترون معي أن ذكر تقوى الله في آيات الحج في أولها، في أثنائها، في ختامها، أنها مقصودة، وأنه يراد للحجيج أن يلتفتوا إلى هذه القضية في رحلة حجهم؟ ليس هذا فحسب. آيات الحج في سورة المائدة ليس فيها إلا آيتان عن كفارة الصيد، وفيها ذكر الله ما يفعله من قتل صيدا حال الإحرام: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، إلى أن قال الله في الآخر الآية: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. عدنا مرة أخرى إلى قضية التقوى، والحديث كان عن كفارة الصيد،
لكن طالما تعلق بالحج وأحكامه ومسائله فتقوى الله هنا حاضرة. تعالوا معي إلى سورة الحج، والسورة كلها مطلعها يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ثم تأتيك آيات الحج في سورة الحج أيضا تبرز قضية تقوى الله عز وجل بوجه ملموس ظاهر جلي. يقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول في شأن الهدي والأضاحي وما يذبح في الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. خلاصة الكلام أن تقوى الله عز وجل كما هي مطلوبة زادا نتزود به قبل القدوم إلى الحج، هي مطلوبة هدفا نسعى إليه من خلال رحلة الحج. كيف ومتى؟ تأملوا معي. في رحلة الحج نحتاج إلى العناية بهذه القضية قبل أن ندخل فيها باحثين عنها في رحلة الحج. دعونا نتكلم هنيهة عن هذا المعنى الكبير، تقوى الله ما هو؟ المتقون من هم؟ ما أوصافهم؟ كيف حكى القرآن عنهم؟ تقوى الله يا كرام من أعلى درجات صلاح العباد وولايتهم في طريقهم إلى الله. كلنا يعلم أن أعلى درجات البشر منزلة ومكانة هم الأنبياء عليهم السلام. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفى الله عز وجل من البشر أولئك الأنبياء والرسل عليهم السلام. يلي الأنبياء والرسل أولو الصلاح والتقى أولياء الله عز وجل الذين قال عنهم سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هو مؤمن وأخذ وجمع مع إيمانه تقوى الله، مؤمن تقي. المؤمن لن ينال ولاية الله إلا بتقوى الله، فإذا أخذ التقوى نال الولاية. ما ولاية الله؟ أن يتولاك الله عز وجل بعنايته، أن يتولاك برحمته وفضله وكرمه، أن يتولاك بهدايته بتدبير أمرك. كلنا عباد الله، لكن من عباد الله فئة اختصها الله بولايته، اختصها الله بكرامته، فيتولى الله شأنهم ويعينهم في أمرهم ويقضي حوائجهم ويستجيب دعواتهم، يفرج كرباتهم، يكون معهم في شدائدهم ومحنهم، يفرج عنهم المضائق، يستجيب لهم الدعوات. أولئك أولياء الله. ليس أولياء الله أنبياء ولا رسلا، هم بشر، لكنهم فئة نالت تقوى الله عز وجل فشرفت بولاية الله. هذا مدخل لأن تعرف عن ماذا نتحدث. نتحدث عن رتبة شريفة عظيمة ومقام كبير كريم عند الله عز وجل، هو تقوى الله. يصله الخلص من الأصفياء، الصفوة من العباد. ليس كل من سار على طريق العبودية نال تقوى الله ولا حظي بولاية الله، لكن ولاية الله مرتبة تنال بتقواه سبحانه وتعالى. تقوى الله مفتاح الفرج. اسمع معي إلى قول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ماذا بقي؟ تقوى الله تيسير العسير، تقوى الله الفرج من المضائق، تقوى الله الرزق من حيث لا تحتسب، تقوى الله تكفير السيئات وتعظيم الدرجات. تقوى الله لدنياك وأخراك. تريد الرزق، تفريج الهم، تيسير العسير، تقريب البعيد، فتح الأبواب، حصول المراد، نيل المنى، قضاء الحوائج، عليك بتقوى الله. اتق الله وسيتولاك الله. من تولاه الله يسر أمره العسير، من تولاه الله فرج همه، من تولاه الله كفاه غمه، من تولاه الله آتاه الرزق من حيث لا يحتسب، من تولاه الله كفر سيئاته وضاعف حسناته. كل ذلك جاء مرتبطا بتقوى الله في كتابه الكريم. بل حتى يوم القيامة في أصعب لحظة وأشد موقف وأحلك ساعة، عندما ينصب الصراط وتعبر عليه الخلائق
صراط كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وعلينا جميعا أن نعبر عليه. قال الله: وإن منكم إلا واردها. كلنا سيرد على متن هذا الصراط فوق جهنم. هذا العبور على الصراط سيكون محفوفا بالمخاطر، محفوفا بالمهالك، تحتك جهنم والعياذ بالله. وهناك الكلاليب التي تتخطف بعض البشر العابرين. وصف الحديث أصناف البشر وهم يعبرون الصراط، قال: فمنهم من يعبره كالبرق، ومنهم من يعبره كالخيل المضمرة الجواد السريع، ومنهم من يجري، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يمشي ويتعثر ويقوم ويمشي. السرعة أو التثاقل أو وقوع الخطى على متن ذاك الصراط هو بحسب ما معك من الزاد. الزاد هو الذي ذكر في الآية. قال الله سبحانه: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. بقدر ما معك من تقوى الله في حياتك في الدنيا عبد الله، سيكون عبورك على الصراط غدا بين يدي الله. أتقى الناس لربهم أسرع الناس وأجوزهم في عبور الصراط غدا، وأقلهم وأضعفهم حظا من التقى ذاك الذي يخاف، ذاك الذي يخاف العثرة، يخاف السقطة، يخاف أن يهوي في نار تلظى عياذا بالله. أدركتم عن ماذا نتحدث؟ عن تقوى الله، عن المكان العظيم، عن الزاد الذي نحتاج، عن المرتبة التي يسعى إليها الصالحون ويتنافس فيها الأولياء والعباد. هؤلاء الأولياء والعباد ليسوا ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وليسوا أنبياء معصومين، لكنهم بشر جاهدوا أنفسهم للحصول على تقوى الله. فلما اتقوا الله سبحانه وتعالى ورثوا هذا المعنى الكريم الكبير. في الحج نأتي لنتعلم هذا المعنى. ربما ما بلغت حتى ساعتي هذه أنا ولا أنت، ربما ما بلغنا التقوى. نسمع آياتها، نتحدث عن قصص أصحابها، نقرأ في أخبار الأولياء، تعجبنا أحوالهم، نأنس بذكر أخبارهم، لكن أحدنا ربما ما عاش إلى اليوم يوما ولا ساعة ولا قطعة من حياته في حلاوة معنى عبادة الأتقياء وحياة الأولياء. بوسعك أن تعيشها في الحج وأن تجدها في الحج، لأن الحج رحلة جعل في مضامين معانيها السامية وقضاياها الكبار وأسسها العظام تحقيق تقوى الله. أتظنون عبادة جعل الله لها الارتحال والسفر والاغتراب والتعب والنصب لا تكون مقصودة لأمور عظيمة كبيرة تليق بعظمة هذه العبادة؟ عبادة فيها عبادة بدن ومال، فيها سفر وارتحال، فيها طواف وصلاة، فيها سعي ودعاء، فيها مبيت، فيها رمي، فيها ذبح، فيها عبادات شتى اجتمعت في الحج. أتظن كل ذلك لا يمكن أن يوصل إلى أمر عظيم؟ ما عظم شأن العبادة في الإسلام إلا لعظم ما تفضي إليه وما توصل إليه من أهداف ومقاصد. افتحوا قلوبكم جيدا عباد الله، وتأملوا معشر الحجيج، رحلة الحج ليست رحلة تعب ونصب، ليست رحلة كفاح، ليست رحلة تزاحم فيها الأنفاس ويضايق فيها الناس بالمناكب والأقدام، ليست رحلة يراد منها الخلاص من أداء المناسك والتململ أو التضجر مما قد يصحب الحاج في رحلته من حر أو تعب أو مرض أو زحام أو ضيق أنفاس أو اختناق أو طول انتظار. كل ذلك ينبغي أن تجعله في الحسبان، واجعل أمامه قصدا أعظم وهما أكبر يكون هو المسيطر على قلبك. سؤال كبير: كيف أدخل حجي تقيا؟ كيف أرجع من حجي عبدا تقيا؟ كيف أنضم إلى ركب الأتقياء؟ كيف يكتبني الله عز وجل في عداد الأولياء؟ كيف أرجع من حجي عبدا صالحا عرف حقيقة معنى التقوى وتلذذ بها وعاش معناها واستمتع بكل ما تحمله تلك الأوصاف العجيبة العظيمة التي عاشها فئة من سلفنا الكرام؟ مخطئ من ظن
أن التقوى والأتقياء صفحة طويت في الأمة منذ قرون. مخطئ من ظن أن الأولياء هم من كان في زمن الصحابة والتابعين وسلف الأمة وقرونها المفضلة، وأن زماننا هذا لا حظ فيه للأتقياء ولا مكان فيه للأولياء. من قال لك إن أولياء الله هم من اعتزل الناس وعاش بمنأى وتفرغ لعبادة ربه منقطعا عن كل شيء من أمور الدنيا؟ يأتي الحج ليعلمنا أن باب التقوى لا يزال مفتوحا، وأن الله أذن لعباده أن يقبلوا عليه، وأمرهم كلما شرع الحج لعباده وكتب لمن كتب منهم أن يحج أن يدلهم على هذا الطريق ويقبلوا إليه سبحانه، ويحملوا من معاني التقوى وزادها القسط الأوفر فيرجع من حجهم عبادا أتقياء. التقوى يا كرام، التقوى كلمة جميلة عظيمة جليلة في ميزان الشريعة، وكل من أتى إليها وتعرف عليها وبحث في معانيها ما وجد إلا طهرا وصفاء ونقاء، ما وجد إلا عظمة جهادا للنفس وانتصارا. التقوى لله عز وجل طريق يسير فيه الصالحون ويتفاوتون في درجاتهم، فمنهم السابق ومنهم اللاحق ومنهم المقتصد، ومنهم من لا يزال يجاهد نفسه ليضع قدميه على هذا الطريق. فلأكن أنا ولتكن أنت عبد الله ممن ينهض وقد قدم للحج، ممن ينهض برجليه وتنهض نفسه وتنهض همته، وأن يأخذ على نفسه العزم بجد أن يرجع تقيا، أن يرجع صالحا، أن يفتح لحياته صفحة بيضاء جديدة، وأن يعيش معنى جديدا في حياته يأنس فيه بكل تلك المعاني السامية. تقوى الله عز وجل تصحبنا في حجنا. ولما نتكلم عن التقوى والأتقياء، ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ يتبادر لك أخبار الصالحين من السلف والتابعين ومن جاء بعدهم، وما تقرأ في أخبارهم من كرامات الأولياء والدعوات المستجابة، وما حفهم الله به من تدبير أمر وتيسير عسير ونحو ذلك. من أولئك وكيف بلغوا التقوى؟ قلت لك ليسوا بمعصومين. حقيقة ما في الأمر أنهم أكثر طاعة لله منا وأقل عصيانا لله منا، هي هذه المسألة بتمامها. الإيمان في قلب العبد يزداد بالطاعة ويقوى، ويضعف بالمعصية وينقص. هو هذا الإيمان في قلب كل مسلم ومسلمة، إذا غذي بالطاعات تقوى وازداد ونمى، وإذا أهتك بالمعاصي ضعف وتخرق وهزل. كل عبد فينا إن ازدادت حسناته وغلبت عليه طاعاته تقوى إيمانه، وإن غلبت عليه شهوته وسيطر عليه شيطانه وكانت الغلبة له ضعف إيمانه. والعباد بين هذا وذاك درجات شتى، قال الله هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. في طريقنا نحو تقوى الله ومعرفة معناها الكبير، تجد أن الأتقياء أناس جاهدوا أنفسهم في الطاعات فاستكثروا. إذا كنت أنا وأنت لا نصلي إلا الفرائض وشيئا من السنن الرواتب فحسب، فإنهم يحيون الليل والنهار صلاة لله وقياما بين يديه. إذا كنت أنا وأنت لا نصوم إلا رمضان وربما الست من شوال وشيئا من الأيام الفاضلة، فربما كان أحدهم يصوم الدهر، يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يخلو شهره من صيام الأيام البيض الاثنين والخميس وأيام معدودات كثيرات. إذا كنت أنا وأنت لا نخرج إلا زكاة المال الواجبة، فأحدهم ينفق آناء الليل وأطراف النهار حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذا كنت أنا وأنت نجاهد أنفسنا فيوقعنا الشيطان في المعصية بين الحين والحين، نتقي الكبائر فنقع في الصغائر، نجاهد أنفسنا ثم نقع في الذنب ونراه خفيفا، ونرى أن استغفارا وتوبة يمحو الله بها عنا، فأحدهم قد أقلع عن الكبائر وجاهد نفسه في الصغائر، فإن أصاب شيئا من اللمم احترق قلبه كأنما أصاب كبيرة، وإن وقعت به الزلة ظل يبكي على نفسه ويحترق قلبه توبة كأنما أتى فاحشة. قلوب رقت وأشرقت صفت ونقت ارتقت في سماء الإيمان، فترى أصغر الذنوب وأقل الخطايا تراه شيئا عظيما، فترى أحدهم إن فاتته تكبيرة الإحرام
أو فاتته الجماعة في الصلاة لم تفته الصلاة ولا خرج وقتها، لكن تأخر فاتته ركعة، فاتته تكبيرة الإحرام، ظل متحسرا كأنما أصاب ذنبا عظيما، لأنه لا يرى نفسه يليق به التأخر عن تلك المقامات. وقل مثل ذلك في شتى شؤون العبادات وأبواب الطاعات والقربات. باختصار، الأتقياء أناس جاهدوا أنفسهم في الاستكثار من الطاعات حتى جمعوا رصيدا كبيرا، جاهدوا أنفسهم في الانكفاف عن الحرام والمعاصي والسيئات صغيرها وكبيرها واللمم، فنجحوا نجاحا كبيرا. لن أقول عصموا، فهم بشر، لكنهم أقلوا ذنبا وأندروا خطأ وأقلوا ما يصيب الشيطان منهم حظا بالوقوع في المعاصي والآثام. أولئك قوم وصلوا إلى التقوى ونالوا حقيقتها، فأكرمهم الله جل جلاله بالولاية منه سبحانه وتعالى. هذه أولى معاني التقوى يا كرام، هي الاستكثار من الحسنات والتقلل من السيئات، مجاهدة النفس في الاستقامة على دين الله، في المسارع إلى ما يرضي الله، في الانكفاف عن كل ما يسخط الله. عندئذ أبشر بنيل تقوى الله، وهنيئا لك سلوك طريق الأتقياء، وعرفت الدرب فسرت عليه. في الحج يراد لك أن تبادر إلى هذا المعنى. يقول الله: وتزودوا، تزودت لحجك، بقي 3 أيام، ما زادك الذي أخذت؟ ما صنيعك؟ ماذا فعلت؟ ماذا رتبت؟ خذ ما شئت لرحلة حجك، لكن لا تنس قول الله: فإن خير الزاد التقوى. والله يا إخوة، معشر الحجيج، خير ما يستعين به الحاج في أيامه العشر المباركات هذه استعدادا لحجه وتهيئا له، أن يتزود بزاد التقوى. كيف؟ يستكثر من الطاعات ما استطاع، يملأ ليله ونهاره ذكرا، دعاء، قرآنا، صدقة، صلة، برا، معروفا، إحسانا. املأ وقتك بما يفتح الله به عليك من الطاعات. وأيسر ذلك وأقله مؤونة ذكر الله، وقد مضى في مجلس الأمس، أقل ذلك وأيسره مؤونة. استكثر منه قدر ما تستطيع، جاهد نفسك في أن تتخلص من شيطانك، أثبت لنفسك جولة من جولات النصر والظفر على الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى، سيوسوس لك الشيطان ويذكرك بمعاصي وسيئات طالما أوقعك فيها من بعض الذنوب التي ما زلنا مدمنين عليها، فيريد منك أن تعاود الكرة، وأنت تقول له: معاذ الله، هذه مكة بلد الله، هذه أيام فاضلة، وقد أكرمني الله وجئت حاجا، فتقول: لا والله، فتنتصر على شيطانك. أعلم أنه جهاد صعب، فيه مرارة، فيه صعوبة، لكن والله عاقبته حلوة رائعة، تشعر فيها أنك غلبت شيطانك وكسرت شوكته وانتصرت في جولة تثبت فيها أنك بإيمانك بالله أقوى، وأنك بيقينك بالله أكبر، وأنك باعتصامك بالله أشد وطأة على شيطانك. جربها مرة ستفرح، الثانية، الثالثة، ستجدها بعد أسهل ما يكون أن تطرد شيطانك، ولو قلت: أعوذ بالله من الشيطان، فر منك فرارا. سيعجب شيطانك أنه لم يجد فيك الذي كان يعرف عنك من قبل، لم يستطع بالخطرات والوساوس والخيالات أن يوقعك فيما كان يوقعك فيه من الذنوب والمعاصي. ما عاد يظفر منك بالنظرة الحرام، ولا بالسماع الحرام، ولا بالكلام الحرام، ما عاد يظفر منك بالزلة والمعصية، فسيشتد عليك ليثبت فشلك، فكن أشد باعتصامك بالله. تقوى الله تستطيع أن تتزوده في رحلة حجك، 3 أيام، 4، 5 قبل الشروع في الحج، تغمس قلبك فيها بماء الطاعة، والله سيصفو لك قلبك في رحلة حجك. فإذا لبيت، إذا رميت، إذا دعوت، إذا كبرت، إذا طفت، إذا سعيت في الحج، ستجد قلبك خاشعا، ستجد دمعتك حاضرة، ستجد اقشعرار البدن وخشوع القلب والجوارح بين يديك ألين ما يكون. لينوا قلوبكم قبل الشروع في الحج، ولا تلينوا القلوب إلا بذكر الله. لما ذكر الله قسوة القلوب ماذا قال؟ قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يا رب ما الدواء؟
قال بعدها: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. أقبلوا على القرآن، على ذكر الله، على الصلاة، على الصدقة، على الإحسان، على البر، على الطواف، على كل عبادة تتيسر لك أسبابها، واستكثر منها في أيامك، والله سيلين قلبك، ستدر دمعتك، ستجد الخشوع حاضرا، وتجد هذا أمتع ما يكون منذ أن تحرم. تقول لبيك اللهم لبيك، تجد معاني الخشوع والإيمان تنهال على فؤادك، تحيط بك من جميع الجوانب، ترى المشاعر فيك فياضة، حبا لله، تعظيما لله، خشية من الله، حسن ظن بالله، رجاء فيما عند الله، صدق توكل، ثقة يقينا. ستنتعش عبادات القلوب إذا سقيت. فاسقوا قلوبكم بماء القرآن، رووها بذكر الله، ستنبت والله أزهارا تتفتح، أشجارا يانعة تظلل القلب بظلال الإيمان وطاعة الرحمن. فإذا أقبلتم على رحلة الحج بقلوب كهذه، والله ستجدونها قلوبا طرية ندية، أشرقت أنوارها، فتحت أبوابها، وقد وجدت فيها معاني اليقين والثقة وحسن الظن بالله عز وجل. كل ذلك لا يأتي هباء ولن يذهب هباء، سيأتي باجتهاد نلزم فيه أنفسنا بهذه المعاني من الطاعات، بمجاهدتها في الانكفاف عن الحرام، لنعش يا إخوة أياما من أيام العام، من سنتنا، من حياتنا، نثبت أننا بإيماننا بالله أقوى، وباستمساكنا بدين الله أشد وأعظم، والله إن لها لحلاوة، وستجدون متعتها في الحج إن كان هذا قبل الحج. فإن الحج في رحلته يقودنا قودا إلى ملء القلوب بتقوى الله. وقد سمعتم قول الله في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الآية جاءت في سياق الحديث عن البدن من الهدي والأضاحي وما يذبح قربانا لله في أيام الحج، سواء كان هدي تمتع وقران، أو هدي تطوع واستحباب، أو كان كفارة تذبح لبعض الواجبات التي اختلت في أداء المناسك، أو كانت من الأضاحي التي يذبحها كل المسلمين في عيد الأضحى، فإنها داخلة في قوله: ذلك ومن يعظم شعائر الله. فالشعائر جمع شعيرة، والمقصود بها ذبح النسك أيام الحج. وعامة أهل العلم من المفسرين على أن شعائر الله في الآية على عمومها، ويشمل ذلك كل ما دخل أن يكون شعيرة من شعائر الله، فالصلاة والأذان من شعائر الله، والحج والعمرة من شعائر الله. بل قال أهل العلم: الكعبة والطواف والسعي وعرفة ومزدلفة ومنى، كل ذلك من شعائر الله، والله يدعونا إلى تعظيمها. لنعد إلى الهدي والأضاحي، إلى الإبل والبقر والغنم التي تذبح هديا وأضحية في الحج. الله يحثنا على تعظيمها، كيف نعظمها؟ ستشتري شاة للأضحية، أو تذبح بقرة، أو تذبح ناقة، يأمرك الله أن تعظمها. ذلك ومن يعظم شعائر الله، كيف سأعظم تلك الذبيحة؟ كيف سأعظم الشاة والبقرة والخروف والناقة؟ قال أهل العلم: تعظيم الهدي والأضاحي استسمانها وغلاء أثمانها، أن تشتريها سمينة ثمينة غالية، تنزل السوق فترى أمامك خروفين أو كبشين، كلاهما مجزئ في الأضحية، تحققت فيه المواصفات الشرعية، السن، السلامة من العيوب، كلاهما مجزئ شرعا. سألت البائع، قال لك: هذا بألف وهذا بألفين، ستشتري أيهما؟ أبو ألف طبعا. نعم، كلنا في الشراء يبحث عن الأرخص حقيقة، والإنسان يبحث عن حظ نفسه. ستشتري الأرخص، وترى أن الألف الثانية أحق بك نفقة بيتك وأمورك وقضاء دينك ومعاشك ونحو ذلك. تعظيم الشعائر يعلمنا حسابا بطريقة أخرى. أمامك شاة بألف، الأخرى بألفين، طبعا الزيادة الألف في مقابل ماذا؟ ليش هذه الشاة بألف وهذه بألفين؟ أكبر، حجمها أكبر، لحمها أكثر، هذه فيها 20 كيلو لحم، هذه فيها 40 كيلو لحم، و
ولذلك كان ثمنها عند بائعها أغلى. تعظيمك لشعيرة الله في الحج أن تشتري الأسمن والأثمن، وفي النهاية اللحم لك، أنت الذي ستأكله، أنت الذي تنتفع به. اشتريت 20 كيلو لحم زيادة، هنيئا لك، وفي الأخير طعامك أنت ستأكله. يا أخي افتح قلبك لقوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله. ما الذي قام بقلبك وأنت تشتريها؟ بالله عليك، رأيت ذات الألف ورأيت ذات الألفين، والله لما أخرجت الألفين بطيب خاطر ورضا وفرح وسرور وتعظيم لله، فرح أنك تشتري الشاة الأسمن والأثمن، أنك تذبحها أضحية تتقرب بها إلى الله، هذا الذي يبلغ بك عند الله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ثم من كرم الله اللحم لك، أنت الذي ستأكله، ما يريد الله منك شيئا، انتفاعك بها جلدها لحمها صوفها كله لك، لكن الله يريد ماذا قام بقلبك عندما اشتريت. يا إخوة، نضرب مثلا، إذا زارك ضيف عزيز رفيع القدر عندك، غالي عليك، ومن فرط حبك له تريد أن تقدم له هدية، بالله عليك إذا نزلت السوق ورأيت عطرا أو ساعة أو قلما أو أي شيء من الهدايا متفاوت الأثمان، ماذا ستختار لحبيب قلبك؟ الأغلى والأثمن. يا أخي هذا اسمه هدي، هو إهداء في الحج، تهديه قربانا لربك، هذه أضحية تذبحها تقربا لربك واتباعا لسنة نبيين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فلا تأخذ الأرخص، لا تأخذ الأقل، لن يكون الله في قلب المسلم أقل شأنا من ضيف من البشر عزيز كريم. ربنا أحق بالتعظيم والإجلال. لسنا ندعو هنا إلى ارتكاب الديون وتحمل ما لا يطيق الإنسان، أنا أتكلم عن القدرة، عندما تقدر فلماذا تنزل إلى الأدنى في هذه القضايا؟ عظم ربك، صدقني تعظيمك لشعائر الله هو فرع عن تعظيمك لله. تعظم الله عظم بيته، هذه كعبته، تعظم الله عظم بلده، هذه مكة، تعظم الله عظم ما عظم الله، عظم الله عرفة ومزدلفة ومنى، عظم الهدي والأضاحي، عظم نبيه صلى الله عليه وسلم، عظم القرآن، عظم ما عظم الله. ومن تعظيمك لله تعظيم الشعائر في مناسك الحج، ورأس ذلك كله يا كرام حجاج بيت الله الحرام تعظيم النيات في القلوب والمقاصد. صفوا نياتكم وأخلصوها لله، وأعظم ذلك أن تجعل حجك في نيتك خالصا لوجه الله الكريم. ما جئت تحج ليقول الناس عنك الحاج فلان، ولا لتستبدل لوحة المنزل على باب بيتك فتنزعها لتكتب عليها من جديد منزل الحاج فلان، ولا لتتكاثر إذا جلست في مجلس مع الناس لتقول حججت 5 مرات واعتمرت 30 مرة، هذا ليس للناس. تريد أن تأتي بيت الله، أعظم ما تعظم به الله نيتك وما في قلبك، وأعظم ما تكون عبدا حاجا بين يدي الله عندما تكون فقيرا أمام الله منكسرا ذليلا خاضعا. في الحج الكل عبد والله هو المعبود، في الحج الكل فقير والله هو الغني، في الحج الكل ضعيف والله هو الملك الغني الحميد القوي، في الحج كلنا عبيد والسيد هو الله. في الحج لا مناصب لا مناقب لا رتب لا جاه لا سلطان لا ملك لا علم لا جاه لا شيء، في الحج كلنا يقول لبيك يا رب، أسألك يا رب، ارحمني يا رب، أعتق رقبتي يا رب. في الحج كلنا فقير، هنا تزول كل شيء. أما رأيت أنك تنزع ملابسك حتى لا يبقى شيء يذكرك؟ لا النياشين ولا الأوسمة ولا المناصب ولا الرتب، كل شيء تجرد منه، حتى لباسك هذا اخلعه، تعال عريانا بإزار ورداء لتعلم أنك فقير. جئت هنا في موقف أنت أعظم ما تكون عند الله، كلما تكون أكثر افتقارا إلى الله. هذه النيات الصادقة من أعظم ما نعظم به ربنا في الحج، وهي حقيقة هي أساس تحصيل التقوى في القلوب، تمام الافتقار إلى الله. حج سيد البشر عليه الصلاة والسلام فعلمنا والله كيف يكون صدق الافتقار إلى الله، وهي تمام العظمة. لما وقف بعرفة
صلى الظهر والعصر، خطب خطبته الوجيزة العظيمة البليغة، ما عدا أن فرغ حتى توجه إلى القبلة واستقبلها وظل يدعو صلى الله عليه وسلم حتى غابت الشمس. ولولا أن أتي بإناء فيه لبن فشرب لظنوا أنه صائم عليه الصلاة والسلام. حج معه 9 نسوة، ليست واحدة ولا ثنتين ولا 3 ولا 4، معه أهل بيته أصحابه 120,000 إنسان، فيهم الذي ما أسلم إلا قريبا، وفيهم الذي ما رآه إلا تلك الساعة، وفيهم من جاء يسأل، وفيهم الجاهل يريد أن يتعلم، وفيهم الحبيب المشتاق الذي يريد أن تكتحل عينه برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما نقلت رواية صحيحة ولا ضعيفة عنه عليه الصلاة والسلام يوم وقوفه بعرفة أنه وقف ولا التفت ولا تكلم ولا نام ولا استراح ولا أخذ قيلولة ولا تكلم مع إنسان قط، جعل الدنيا كله وراءه ليعلمنا كيف تكون العظمة بين يدي الله في ذلك الموقف العظيم. افتقار، ذل، خضوع. والله ما جاء في تضرع شديد صلى الله عليه وسلم يخفف أوزارا أثقل ظهره وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. لكن كان يعلمنا كيف نكون في حجنا عظماء بتعظيمنا لله عز وجل. سترى الحجيج يوم عرفات، وربما رأيت الأشعث الأغبر رث الهيئة الذي لا يؤبه له ولا تملأ عينيك منه، لكنه ربما كان أسبق الحجيج عند الله يوم عرفة بقلب صادق يقطر تعظيما لله، وعين درت دمعا من خشية الله، وقلب صدق في تعلقه بالله، فنال السبق والسيادة والريادة يوم عرفة. وآخرون ربما رأيتهم في أبهى حلة وفي أفخر مكان، وتحفهم الخدمات من كل جانب، وأحدهم ربما غرق في الاستمتاع بالمباحات عن أن يقصد في ذلك الموقف العظيم وأن يملأ وقته بصدق إقبال على ربه الكريم. تقوى الله عز وجل يا كرام أعظم ما يجده الحاج في حجه، وأعظم ما يحتاج إليه ليصحبه في حجه. هكذا هي تقوى الله في النية. تقوى الله في النية، إياك ثم إياك أن تجعل في نيتك في الحج قصدا سوى الله. ما جئت لتحج لتنال شيئا ولا لتحصل غرضا، أتيت تؤدي عبادة، أتيت تكمل ركن دينك الخامس، أتيت تتقرب إلى الله وتطلب العفو والمغفرة والعتق من النار. من صدق النية يا كرام في حجنا ألا يكون فيه رياء ولا سمعة. ودعونا نكون صريحين، هذه الجوالات أصبحت بيد كل واحد، ثم لا يفوت لحظة عند الكعبة صور نفسه يدعو، وفي المسعى وعند الجمرات وفي عرفات، وأرسل لزوجته في البلد ولإخوانه وأصدقائه وجيرانه: من صعيد عرفات ما نسيتكم من دعوة صادقة، من قرب الكعبة أسأل الله أن يغفر لي ولكم، من هنا من هناك. وكأنه يعني مراقب إخباري لنفسه بنفسه من قلب الحدث، يرصد الصورة ويرسلها في حينها. يا أخي ما جئت تحج للناس؟ أعرف والله أن كثيرا من النيات هنا طيبة وليس فيها شيء يبحث عن الرياء والسمعة، لكنها مداخل للشيطان والله، وسيسرق من حظك من الإخلاص بقدر ما يسرق من أوقاتك ألا تصرفها عند تلك المواقف لوجه الله الكريم، ثم يصورها ويثبت صورته ويرسلها. يا أخي ثم إذا سألت وقال: لا، هذا من توثيق اللحظات الجميلة والذكريات التي لا تنسى. يا أخي في الحج هذه مداخل شيطان، والله يعبث الشيطان بالنيات. اترك هذا جانبا، أقبل على من يراك يوم عرفات وفي مزدلفة وفي منى، ويحب أن يراك حين يراك، ولا يرى فيك إلا إقبالا وتوجها إليه، ولا يرى في قلبك شيئا سواه سبحانه وتعالى، ولا يرى هما في قلبك سواه سبحانه وتعالى، ولا يرى حرصا وقصدا ونية سواه سبحانه وتعالى. اقصده جل جلاله واجعل هذا حاضرا في ذهنك، وأقبل والله في تلك المواقف العظيمة على رب يطلع على عباده، يباهي بهم الملائكة، يغفر لهم، يعتقهم، يؤتيهم مناهم. اجعل تلك الأيام وقتا مستقطعا من الحياة، انقطع فيه عن الناس وأقبل على رب الناس، واجعل من تريد من أحبابك وزوجتك وأقاربك اجعله مذكورا في دعواتك. هذا أعظم، هذا أوفر،
اذكرهم في صعيد عرفات، ضمهم لقائمة مطالبك عند الكعبة أو عند المشعر الحرام أو عند الجمرات أيام التشريق، اجعلهم حاضرين في دعائك واذكرهم. نعم أنت هكذا وكنت وفيا لهم، أما الانشغال عن ذلك بالالتفات إلى تلك المقاصد فلا حظ فيه في باب الإخلاص لله. حج نبيكم عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتواضعين، حج على ظهر ناقته القصواء وعليه رحل لم يكن رحل رث من قطيفة لا تساوي 4 دراهم. سيد البشر أعظم من حج بيت الله الحرام يحج حجا متواضعا على ظهر ناقته القصواء، والرحل الذي يركبه لا يساوي 4 دراهم من قطيفة رثة، ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. حيث لم يكن من أسباب الرياء والسمعة شيء، لكنه يعلمنا كيف نبحث عن الإخلاص. أبعدوا عنكم اللقطات والشاشات والعدسات، وأخلصوا في نياتكم لله عز وجل واجعلوها حاضرة في قلبكم. هذا والله يا كرام من تعظيم شعائر الله في الحج الذي تنال به تقوى الله عز وجل. من تعظيم شعائر الله والنسك في الحج تعظيم النفقة التي تنفقون. كلكم قد أنفق وبذل، كثير منكم قد تعب وبذل وجمع ذلك المال ثم أنفقه بسخاء في رحلة حجه، كلفته الطائرة وكلفته الإجراءات والرسوم والتخليصات، وكثير من الإجراءات، ثم لا يزال ينفق في رحلة حجه في ركوب وطعام وشراب. أرجوك إذا انتهت رحلة حجك لا تقل خسرت في حجي كذا 1000 ريال أو دينار أو درهم، ليست خسارة. وإن كنت قد أنفقت فيها كل ما جمعت أو جل ما جمعت أو شطر ما جمعت، في النهاية حقيقة الذي أنفقته هو الذي بقي لك، هو الذي ادخر لك، هو الذي رصد لك في صحيفتك. اجعل في حجك نفقة تعظم بها الله، كما قلنا في النسك في الهدي والأضاحي تعظيم الشعائر استسمانها وغلاء أثمانها. فإذا وجدت نفسك في حجك قد أنفقت في ركوب، في تذكرة، في طائرة، في ذهاب مجيء، في حلق، في ذبح، في كل شيء من الأبواب، أرجو ألا تشعر بشيء من نقص مالك يعود عليك بحسرة. يأتيك الشيطان فيقول لك: ها كم 1000 أنفقت؟ بالله عليك، أما كنت تؤثث شقة؟ أما كنت تتزوج زوجة؟ أما كنت تزوج ولدك؟ أما كنت أما كنت أما كنت. ويظل يذكرك بأن ما أنفقته من المال هنا في الحج كان يمكن أن تنتفع به في شيء من دنياك. إياك أن يشعرك بحسرة، ليس هذا من تعظيم الله. أما ترى بعضنا إذا سافر للسياحة والنزهة والاستجمام وحده أو مع رفقة أصحابه أو مع زوجته وأولاده، كم ينفق؟ ينفق الألوف دون حسرة، بل بكل فرح ومرح وسرور وبهجة، ينفق مستأنسا ويعود فرحا. فإذا قال له صديق: يا رجل، ضيعت حصيلة العام وأنت موظف، كنت تجمع وتدخر ثم أذهبتها وأنفقتها هكذا في 2 أسبوع، قال: يا رجل، ليس خسارة فيما استمتعت به واستأنس وذهبت وأتيت أنا وأزواجي وأولادي أصحابي. ترى أنه في نزهته، في سياحته، في استجمام نفسه لا يستكثر شيئا من المال ينفقه. أفتكون رحلة الحج وهي متعة الروح واستجمام الفؤاد والإتيان إلى بيت رب العباد، إلى البيت الحرام والمشاعر العظام، أتكون حسرة؟ أتكون شيئا يجد فيه الناس شيئا من مضايقة النفوس في إنفاقها في رحلة حجها؟ يا إخوة، من تعظيم الله عز وجل الذي تنال به تقواه سبحانه وتعالى، كما قال الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هي أن تستجمع تعظيمك لله في كل بقعة تمر بها. هذا البيت الحرام، هذه الكعبة، هذا الصفا وتلك المروة، هناك عرفة ومزدلفة ومنى، هناك الجمرات، تعظيمك لله تعظيم لتلك المواضع. ليس المقصود بالتعظيم تقبيلها ولا شمها ولا مسح الثياب بها، لا، تعظيمك لها أن تكون في قلبك عظيمة. وأعظم ذلك ألا تسمح لنفسك بمعصية الله عندها، هذه مواقع عظيمة. ولو كنت جاورت ملكا أو رئيسا أو سلطانا في جوار بيته أو دخلت قصره، تربأ بنفسك أن تفعل بعض القبائح لأنك في بيته، لأنك في قصره،
لأنك في جواره، فكيف وأنت في بيت رب الأرباب وملك الملوك سبحانه؟ هذا بيته الحرام، هذه بلده الأمين. من تعظيمك لله عز وجل أن تجاهد نفسك بالإقلاع عن العصيان لله تعالى فيها، فكلما همت نفسك ذكرتها عيب. هذا بيت الله، لا والله، معاذ الله، هذه المشاعر، هذه الأماكن، هذه البقاع، هذا من تعظيمك لشعائر الله، وليس تعظيمها بتصويرها ولا بأخذ شيء من ترابها ولا بتمسيح الثياب بأحجارها، لا، تعظيمك لله أن تعظم الله في تلك المواضع بطاعتك لله فيها، أن تعظم الله عز وجل بالوقوف عند حدود ما نهاك. ألا يراك الله في تلك المواضع إلا عبدا عظيما. تدري كيف العظمة؟ ليس بلبس الجبة ولا الطيسان ولا العمائم، العظمة إقبالك على الله. لاحظ معي، في عرفات، في منى، في مزدلفة، كل شيء من حولك عظيم، المكان عظيم، والزمان عظيم، والعبادة عظيمة، والوقت عظيم، والرب عظيم. بقيت حلقة واحدة في سلسلة التعظيم هذه لتكتمل، تدري ما هي؟ عظمتك أنت. والله كن عظيما تستجمع لك العظمة التي لا تتأتى لإنسان على وجه الأرض كمثلك. تعيش عظيما في مكان عظيم وزمان عظيم وبقعة عظيمة وعبادة عظيمة عند رب عظيم. والله العظمة المتكاملة من جميع جوانبها تعيشها أنت. الزمان ليس بيدك، ولا المكان ولا العبادة ولا الفضل كله، الذي بيدك هو نفسك أنت وقلبك، وهو الذي بوسعك أن ترفعه إلى أعلى درجات العظمة، أو أن تتركه نهبا للشيطان يعبث به ويمرغه في الأوحال. لا تكن ضعيفا، لا تستسلم لشيطانك، انتصر عليه، وكل الأمور من حولك مواتية. أنت عبد جئت فقلت لبيك اللهم، وأقبلت وأجبت نداء الله، لن يكلك الله إلى نفسك، الله معك. وهذا الزمان المبارك والمكان العظيم حري بك أن يصعد بك، أن يرفعك، أن يرقى بك. فقط لا تسلم رقبتك للشيطان، لا تستسلم له كما تفعل طيلة أيام العام. هنا تحتاج أن تقول لشيطانك أعوذ بالله منك، ادحره، تغلب عليه، أخزه، أخسئه. هذه مواقع ليس فيها حظ للشيطان، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدنى منه من يوم عرفة، لما يرى من عظيم عتق الله فيه من النار عباده يوم عرفة. فليس شيط، ليس موضع ولا مكان ولا شيء يدحر الشيطان كمثل ما يكون في هذه المناسك وعلى تلك المواقع والمشاعر العظام. خلاصة القول معشر الحجيج: رحلة حجنا تقودنا قودا والله إلى تحصيل تقوى الله. والله قد أمرنا فقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله، وفي الأخرى قال سبحانه: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. حرمات الله، الحرمات جمع حرمة، والحرمة كل شيء في الشريعة له قدر ومكان محترم، فهو ذو حرمة. فمن حرمات الله هذه الشعائر، من حرمات الله قرآن كلام الله، والنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيمنا لكل ذلك ومن تعظيم الله. فمن عظم الله عظم شعائره، من عظم الله عظم حرماته، من عظم الله عظم النسك الذي من أجله أتى. أيها الحجاج، رحلة حجكم ذات الأيام المعدودات تحمل معاني عظيمة، وهي مدرسة يتعلم منها الحجيج أموراً في حياتهم يمكن أن تعيد صياغة حياتهم من جديد. هذه واحدة من أعظمها، أن نتعلم تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، أن نتشرف بأن نلحق بركب الأتقياء، وأن نسلك سبيلهم، وأن ننضم إلى قافلتهم، وأن نجرب يوماً في الحياة طعم الحياة في قالب التقوى لله. والله هي ألذ من كل متع الحياة. أرأيت إلى المنغمسين في الشهوات، إلى الغارقين في المحرمات يبحثون عن الشهوة الحرام واللذة الحرام والمتعة الحرام؟ والله ما متعهم لو اجتمعت ما كانت لتساوي ذرة من متعة الطاعة في ظل تقوى الله عز وجل. الحياة في ظلال الطاعة لله أنس وسعادة، وأما المتع العابرة
والشهوات المحرمة الآثمة فلذة سرعان ما تنتهي، يعقبها حسرة وألم وحرقة قلب، نزوة شيطان يؤزنا فيها نحو الشهوة الحرام، فإذا وقعنا فيها تبدلت ألماً همّاً غمّاً نكداً ضيق صدر انغلاق أبواب تعسر أمور. أين نحن عن طريق السعادة الرحب، عن طاعة الله، عن تقوى الله عز وجل؟ لا يأتينك الشيطان فيقول دعك، ما لك ولها، ويذكرك بسوآتك وغدراتك وفجراتك، يقول أنت وأنت وأنت، ويذكرك بمعاصي الأمس وذنوب الماضي وما وقعت فيه قدماك وما ألممت به في سابق أيامك، يريد أن يقول لك هيه التقوى لست أهلا لها، لست من أصحابها، التقوى خاصة بالعلماء بالآئمة بالعباد بالصالحين بحفاظ القرآن، يريد أن يخرجك، يريد أن ينزعك عن هذا المعنى. فانتبه انتبه، لا يغرنك الشيطان بمثل هذا. ما فتح الله لعباده أبواب العبادات إلا ليقبلوا إليه أتقياء، إلا ليسرعوا إليه في الصلاح والتقى ومجاهدة النفس. علم الله أن الشيطان سيحاول، هو القائل سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أمرنا الله بعداوته وكشف لنا عن حقيقته، لكن البائس هو ذلك المسلم الذي ما يزال تحت سطوة شهوته العابرة، لا يزال أسيرا لتلك المحرمات الآثمة. الآن اكسر قيدك، أعتق رقبتك، أطلق سراح نفسك بنفسك، اليوم أنت حر تمام الحرية في طريق العبودية لله جل جلاله. أنت والله سيد الأحرار بعبوديتك لله جل جلاله. انطلق وحلق في سماء فسيحة بديعة فيها أمتع معاني الحياة، ولو نمت على حصير، ولو بت ذات ليلة ضاويا من الجوع طاويا بطنك، ليس عندك عشاء تأكله، والله ليست السعادة في لقمة ولا لباس ولا فراش ولا مركب ولا سيارات ولا أرصدة في البنوك. المتعة في الحياة وسعادتها في ظل طاعة الله. أن تبيت وليس عليك مظلمة لأحد، أن تنام وليس أحد يطلبك بدم ولا مال، أن تنام وليس أحد وقعت في عرضه أو ماله فهتكته، أن تنام ولو أديت حق الله من كل باب فتنام، ولا عليك لو قبض الملك موت روحك وأنت نائم ستلقى الله وأنت بريء الذمة وأنت خال الوفاق وأنت أبيض الصفحة. هذه الحياة الحقيقية، هذه المتعة التي يجد أصحابها البشائر في الدنيا والسعادة، ويجدون فيها الفرج والروح والريحان. ترى أهاليل السعادة تستبشر بها في وجوههم، وأنت لا ترى في حياتهم كل تلك البوادر، لا تدري أي سعادة أي ابتسامة تطير من وجهه، وأنت تراه فقيراً معدماً وربما كان من أقل الناس ذات يد، لتعلم أن السعادة ليست هناك. وترى كثيراً من الأثرياء والأغنياء ممن وسعت لهم الحياة ضاقت صدورهم واكتئبت حياتهم، يبحثون عن علاج لأمراضهم، دواء لأسقامهم. المتعة السعادة ليست في العرض ولا في المال ولا في المناصب، حقيقة هي في طاعة الله عز وجل. أسعد الناس من حظي بطاعة الله وتقواه. الحج يأخذ بنا في هذا الطريق المبارك، هذا الطريق الرحب. الحج يعلمنا كيف نسلك طريق التقوى في رحلة الحج، بدءا من النية، مروراً بالمشاعر، بالخطوات، بالمناسك، بالأقوال، بالأفعال، بالذكر، بالدعاء، بكل ما تفعله في حجك ونفقتك التي تبذل. كن عظيماً، وعظمتك أن تفرح بما فعلت، أن تتقرب إلى الله، أن تعظم الله في كل خطوة. إن فعلت ذلك ملأت حجك عظمة والله، وهذا الحج العظيم هو الذي يسبق به الناس. والميزان عند الله كما قال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. القدر الذي معك من التقوى يحدد ميزانك عند الله. عبد الله، كم رصيدك في التقوى؟ كم وزنك عند الله؟ القضية تتعلق بتقوى الله، بقدر ما تحصل تثقل أنت في الميزان ويعظم قدرك عند رب العالمين. فاجعل من ثقلك في ميزانك عند ربك تقواك له سبحانه وتعالى. وكلما كان العبد في هذا الباب
أشد حرصا وأسبق وأشد اجتهادا كان أقرب والله إلى نيل مراده من الله. وختاما، فتقوى الله باب ليس ينتهي عند حد، وليس يقف عند باب ومسألة، لكنها حياة دائمة مستمرة في الحج وقبل الحج وبعد الحج، لكنها دعوة لأن نجعل من حجنا الذي نقبل عليه بعد أيام معدودات أن نجعل منه محطة نتزود فيها من التقوى، أن نجعلها محطة نغير بها مسار الحياة نحو الأفضل والأكمل والأسعد في طاعتنا لله عز وجل، أن نجعل من حجنا فرصة نتعلم منها معنى التقوى ونجرب فيها حياة الأتقياء، أن نعود من حجنا أطهر وأصفى وأنقى وأتقى لربنا سبحانه وتعالى، أن نجعل من حجنا وقد عمرناه بكثرة الذكر لله فأورثنا حب الله. التعظيم الصادق لله عز وجل هو قاعدة العبودية في القلب، فإن بلغت مبلغك المبارك في تعظيمك لله أثمر ذلك الحب الصادق لله والخوف الكامل من الله وحسن الظن بالله وصدق التوكل على الله وتمام الاستعانة والتفويض إلى الله عز وجل. ستعود كل عبادات القلوب مثمرة إذا أسست بصدق معنى تعظيمك لله عز وجل وفي تقواك لله بالحج أثناء الحج وبعده، أنت تسوق نفسك نحو هذا الطريق تتأمل وتجعل نصب عينيك قول ربك الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويقول سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم فإنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا في خيرة عبادك المتقين وحزبك المفلحين وأوليائك المقربين يا رب العالمين. اللهم ألزمنا عتبة العبودية وارزقنا السعادة الأبدية، وادفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبلية، إله الحق يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تجعلنا في أقرب من تقرب إليك وأوجه من توجه إليك وأخصهم زلفى لديك يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا وللحجيج جميعا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا يا رب العالمين. اللهم هؤلاء حجاج بيتك الحرام قد أتوك من كل فج عميق، يقصدون فضلك ويطلبون رحمتك ويسألونك العفو والعافية. اللهم فتقبل منا ومنهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم ويسر لهم بخير أداء نسكهم يا حي يا قيوم. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، واعف عن والدينا وعن أزواجنا وذرياتنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بطاعتك وخشيتك وإجلالك ومحبتك والخوف منك يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ذاكرين لك شاكرين، مخبتين توابين، أوابين منيبين يا رب العالمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا اللهم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اجعله يا ربي حجا عامرا بتقواك، واجعله يا ربي محفوفا بذكرك وشكرك يا حي يا قيوم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم. اللهم من أكرم وفدك فأكرمه، ومن أعانهم فأعنه، ومن حفظهم فاحفظه، ومن يسر عليهم فيسر عليه يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وخالقنا، من أرادنا والإسلام والمسلمين والحج والحجيج بسوء فأشغله يا رب بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا حي يا قيوم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأيد عبادك المؤمنين فوق كل أرض وتحت كل سماء.
ارحم اللهم عبادك المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ارحم اللهم ضعفهم واجبر كسرهم وتول بعنايتك أمرهم يا رحمن يا رحيم. اللهم وفق وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين، وأصلح له النية والبطانة والقول والعمل. اللهم وفقه لرضاك واجعل عمله في هداك يا حي يا قيوم. ونسألك ربنا رحمة واسعة لوالدينا آباءنا وأمهاتنا، ارحمهم يا رب رحمة واسعة سعة سمائك وأرضك. رب ارحمهم واغفر لهم كما ربونا صغارا، واجمعنا بهم إلهنا وأزواجنا وذرياتنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اكتب لنا برهم في الحياة وبعد الممات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد.